اكيد هنحاول طبعا نتكلم على الجمهور والتذاكر واسعار التذاكر، كمان منافذ بيع التذاكر قد ايه اتباع من التذاكر الخاصه بهذه المباراه، مع العميد علاء صلاح الدين طبعا مدير امن للنادي الاهلي بالجزيره، وايضا كمان نائب مدير المقر علاء بيه. في البدايه بوجه لك طبعا كل التحيه على مجهودك كالعاده خلال الفتره اللي فاتت، وخاصه كمان في تنظيم مباريات النادي الاهلي. ان شاء الله هذه المباراه تكون موفقه بالنسبه لكم في التنظيم. حابب تقول الاول عن هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله احنا لسه دلوقتي كنا في اجتماع فني عشان خاطر تنظيم المباراه، وطبعا تم الاتفاق على شويه حاجات هتتعمل، اللي هو الحاجات العاديه اللي هو بتتعمل كل مره، الوان اللبس للفرقتين، الاهلي الاحمر والابيض في احمر، والفريق الثاني اخضر في اسود، والاجوان الاهلي اسود والفريق الثاني ازرق اللي هو الفيتا كلوب. واتفقوا ازاي هيمشوا امتى، وشددوا على ان تامين ساعه تحرك الفرقتين والحكام والمراقبين من الفندق لغايه الاستاد تبقى الساعه كام، وحددوا مواعيد بالظبط، ولازم تبقى متامنه من اول هنا لغايه هنا. هو طبعا احنا بنراهن على وعي جمهورنا اللي هو على طول مساندنا، اللي هو رقم واحد، اللي هو كل التعب دوت بيتعمل عشان خاطر يعني مجلس اداره النادي والاداره التنفيذيه كل ده بيتحركوا في ان هو يساعدوا على عوده الجماهير بالاسلوب اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق بجمهور النادي الاهلي المعروف عنه ان هو رقم واحد في كل وقت. يمكن لو بنتكلم طبعا حضور 10,000 مشجع ان شاء الله بالكامل يكونوا متواجدين، انا عارف ان في يمكن في تقسيم كده بالنسبه للتذاكر، في للدعوات للاعضاء وفي ايضا كمان للجمهور ويمكن الموقع الالكتروني. عايزين نتكلم على الاعداد، البيع تم ازاي، وعايزين نطمن كمان للناس في جمهور كتير ان شاء الله يكون موجود على بيه. والله بص حضرتك انت عارف النادي الاهلي ما بيتحركش كده اي كلام، في لجنه لاداره المباريات بقياده السيد النائب رئيس مجلس الاداره لسياده الوزير العام فاروق، وطبعا محمد بيه مرجان وبقيه اللجنه. لما جم يحطوا تشكيل التذاكر وزعوها نسب بحيث ان هم يرضوا كل الناس واولهم جمهور النادي الاهلي، اطرح جزء على السيستم، واطرح جزء في المنافذ في النادي الاهلي في الفروع الثلاثه، وغير الدعوات طبعا اللي بتتوزع في، طبعا الشركه الراعيه بتاخد جزء والاتحاد الافريقي بياخد جزء، وبيت الدعاوي طبعا بتتوزع باللي هو بسيستم معين يعني. المهم يعني انا مش عايز اقول لك ان بسم الله ما شاء الله يعني نسبه الاقبال كبيره جدا، سواء على السيستم سواء يعني حاجه كنا احنا بعتنا فتحنا منفذ في اسكندريه من امبارح وكان متحدد له جزء معين على اساس ان هم يشتغلوا خميس وجمعه. الحمد لله خلصوا امبارح، وطبعا عشان ما نزعلش جمهورنا محمد بيه مرجان اداني تعليمات ان انا اخد الحاجه، وجيت الصبح بدري سلمتها في استاد اسكندريه، والناس اللي هم شغالين برضو شغالين النهارده بحيث ان هم يخلصوا النهارده، ولو اتبقى حاجه هيشتغلوا بيها بكره الصبح. بنحاول نعمل اي حاجه علشان نساعد جمهورنا، هو جمهورنا مش محتاج ان احنا نقول له تعالى، احنا بنحاول نساعده، بننزل له على السيستم وبننزل له في المنافذ وبنعمل كل حاجه، لان احنا عارفين ان الجمهور بتاعنا هو جمهور رقم واحد، وهو يعني عليه العامل الاكبر. لو اتكلمنا على اي حاجه، انا مش هتكلم طبعا على فنيات ولا الكلام ده كله، انا يعني انا منوط بالتنظيم والجمهور، وبسم الله ما شاء الله انا الحمد لله الحمد لله يعني من ساعه ما انا اشتغلت انا ما شفتش جمهور الاهلي خذلنا خالص في اي حاجه، في اي حاجه تتخيلها. كمان عايز اتكلم على التنسيق الامني والاجتماعات الامنيه طبعا مع المسؤولين هنا في مديريه امن الاسكندريه، انا عارف في ترتيبات على قدم وساق نظرا طبعا للعدد اللي هيكون متواجد من جمهور النادي الاهلي. عايزين نتكلم على الكواليس دي. كمان بنوجه الشكر للقوات المسلحه لوزاره الداخليه، لان التعاون الكبير اللي بيتم مع اداره النادي الاهلي هو ده اللي بينجح المباراه على ابي. والله بص حضرتك احنا كان عندنا اجتماع امني يوم الاثنين في مديريه امن اسكندريه مع السيد الحكم دار وبقيه قيادات مديريه امن اسكندريه. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك التعاون اللي هم يعني قالوا لنا انتوا عايزين تعملوا ايه في الاول خالص، خلاص هو الموافقه الامنيه ب 10 افراد، طب هندخل من باب كام و 10,000 متفرج، هندخل من باب كام ومنين ونوزع، طب لا هنا في كثافه في البوابه دي، قعدنا نتناقش ونتحاور بحيث ان احنا نساعد الجمهور ان هم يخشوا ما فيش اي حاجه تعوقهم، نحاول نسهل لهم. الناس في وزاره الداخليه واخدين وعود ان شاء الله المقابله هتبقى حسنه، وامن النادي الاهلي انا باكد بقى معلش يعني امن النادي الاهلي هيبقى في استقبال جمهورنا على البوابات، وهو اللي هيساعدهم في التذاكر وفي الدخول وفي كل حاجه،
وهنحاول ان احنا نيسر كل حاجه في مقابل الطبيعي اللي هو التشجيع المثالي لجمهور النادي الاهلي. رسالة أخيرة لكل جمهورنا، يمكن زي ما أنت أكدت عليها بيه، جمهورنا مش محتاج رسائل، لكن هذه المباراة لابد يكون في تكاتف جامد جدا مع فريق النادي الأهلي، النادي الأهلي محتاج جمهوره خلال المرحلة القادمة، إن شاء الله جمهورنا يبقى ملتزم، لكن كمدير أمن للنادي الأهلي الجزيرة ومسؤول عن التنظيم حابب تقول لكل جمهور النادي الأهلي. أحب أقول إن قبل ما أكون مدير أمن النادي الأهلي أنا الحمد لله شرفت إن أنا كنت لعيب في النادي الأهلي، وبعد كده بقيت مشجع لغاية لما اشتغلت مدير أمن النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي مش محتاج تقول له تعالى، مش محتاج اقول له تقول له شجع فريقك. جمهور النادي الاهلي ده احنا يعني بناخده قدوه، وفي انديه كتير جدا بتاخده قدوه، فانا مش محتاج اقول لهم تعالوا ولا شجعوا، هم عارفين بيجوا امتى وعارفين بيشجعوا امتى، ودورهم فعال، وطول عمرنا بنقول الجمهور رقم واحد، وفي الاخر وفي الاول الاهلي فوق الجميع. شكرا جدا ودايما موفق على بيه. شكرا. بنشكر اكيد طبعا العميد علاء صلاح الدين مدير امن النادي الاهلي بالجزيره، ونائب مدير نائب مقر النادي الاهلي ايضا، كمان مجهود كبير بيبذل من اداره الامن برئاسه طبعا العميد علاء، وايضا كمان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. ومن خلال اكيد العميد علاء حابين نوجه كل الشكر لوزاره الداخليه القيادات المتواجده على هذا التامين، ايضا كمان استاد برج العرب ومن العميد صبري، يمكن كل الجميع الحقيقه بصراحه عايزين خلال المرحله القادمه يكون جمهور النادي الاهلي متواجد وكل جمهور الكره المصريه، لكن ايضا كمان يمكن الشيء المهم جدا وهو المطلوب من جمهور النادي الاهلي المساعده والمسانده والدعم والتكاتف الكبير خلال المرحله القادمه، النادي الاهلي محتاج جمهور وجمهور النادي الاهلي محتاج لاعبي النادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وكواليس مباراه النادي الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي.